السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة شباب هعمل لكم اثبات سحب من الفيديو اللي شرحته لكم امبارح، لان بعد ما نشرت الفيديو في ناس قالت لي يا احمد عاوزين اثبات سحب للتطبيق ده. فانا كل اللي عملته ان انا رحت ساحب من التطبيق، وبالظبط بعد دقيقتين السحب وصلني بدون اي مشاكل. فيلا بقى نشوف السحب دلوقتي، ولكن قبل بداية الفيديو يا ريت تدعمونا باشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. وزي ما انتوا شايفين يا شباب ده التطبيق اهوت. كل اللي هعمله ان انا هبدا ادخل على صفحه السحب كده. لحظات، هنا الصفحه بتحمل معايا يا شباب. زي ما انتوا شايفين دي صفحه السحب، هضغط على الرصيد اللي معايا اللي هو النقود، وهبدا اوريكم السحب اللي انا طلبته من التطبيق. زي ما انتوا شايفين لو تلاحظوا معايا هنا اهوت، بيقول لك صرف المحمول شحن 5 جنيه، يعني انا طلبت سحب بقيمه 5 جنيه من التطبيق ده. طبعا للناس المصريين اللي عارفه ان ال 5 جنيه لما بتشحنها بتوصل 3 جنيه ونص. فالمهم بالظبط دقيقتين ولقيت رساله بتقول لي تم شحن 3 جنيه ونص. تمام، زي ما انتم شايفين دي الشحنه اهيت. زي ما انتم شايفين طبعا ال 5 جنيه بتوصل 3 جنيه ونص زي ما انتم شايفين، والشحن وصلني بدون اي مشاكل يا شباب زي ما انتم شايفين كده. تمام، فده شباب الاثبات بكل سهوله، التطبيق صادق مليون في الميه، ومستحيل تطبيق عملاق زي ده ينصب، لان التطبيقات ديت يعني بتعمل كده عشان تحفزك انك تشتغل عليها مش اكتر. فده شباب اثبات السحب بتاع فيديو النهارده، وان شاء الله هسيب لكم شرح التطبيق بالكامل موجود في وصف الفيديو للناس اللي مش عارفه التطبيق. وطلبه خيره بنهايه الفيديو يا شباب، يا ريت لو عجبكم فيديو النهارده يا ريت تدعمونا باشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.